السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكمل مع حضراتكم الجزء الثاني الخاص بالبلامينج ووركس فور بيلدينجز، التركيبات الصحية للمباني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، ياريت اللي بيبدأ معانا الفيديو ده لأول مرة بيرجع للبلاي ليست الخاصة بالبلامينج ووركس، وفيها جزئين. جزء الأول وهو الخاص بالحسابات الخاصة بالصرف الداخلي للصرف، يعني من غرف تفتيش ومطابق وحسابات التصميمية الخاصة بمواسير الصرف. الجزء الثاني خاص أكتر، اللي احنا بدأنا فيه وده الفيديو الرابع منه، خاص بإمدادات المياه وتصميم الخزانات على الشيت إكسل، وإزاي نعمل البلامينج ووركس لأعمال الإمدادات بالمياه والصرف الصحي عن طريق الأوتوكاد، ونطلع لوحات إزاي، ومحطات المعالجة الخاصة بالجري ووتر والبلاك ووتر. طيب مع بعض، بدأنا الثلاث فيديوهات السابقين في أعمال إمدادات المياه والخزانات العلوية الخاصة بالمنشأ الخاصة بالمنشأ. طيب دلوقتي ادي مراجعة سريعة للي بدأناه مع بعض في الجزء الثاني. طبعا كان اول فيديوهين اتكلمنا عن الووتر سبلاي، ازاي نحسب الماسورة الداخلة قطرها والسرعة فيها وكمية المية اللي هي الكيو، والفيديو الثاني اتكلمنا عن الروف تانك اللي هو الخزان العلوي، وكان معايا برضو شرح تصميم الخزان الارضي. الفيديو الثالث اتكلمنا عن الووتر بلامينج او الووتر سبلاي بلامينج، اللي هو اشتغلنا على برنامج الاوتوكاد وشفنا المواسير بالاكواع بالمشتركات وازاي نوصل الميه البارده والسخنه لحد الحمامات والمطابخ. الفيديو الرابع اللي معانا النهارده هنتكلم عن حسابات الويست ووتر، وتنقسم الى جري ووتر وبلاك ووتر. يبقى احنا هنبدا النهارده فيما يسمى بالجري ووتر ويست. طيب برضو مش فاهمين ايه الجري ووتر مع بعض، دي رسمة حبيت بس نعمل حاجة كشكل سكماتيك دياجرام قدامنا كده نشوف بس الدنيا ماشية ازاي. في الطبيعي الووتر سبلاي في البيوت اللي عند حضرتك، الووتر سبلاي بيبقى عنده حاجتين، بيبقى الووتر سبلاي بيخش يغذي الحمامات والمطابخ بكل مشتملاتها اللي هو الفيكستشر يونتس بتاعتها، يعني المية اللي بتدخل بتغذي التويليت، الووتر كلوزيت، الاحواض، احواض المطبخ، احواض الحمام، البانيوهات، اي ميه داخله للمنشأ عندك بيبقى ده بحسب لها الكيو. تمام. لكن الكيس اللي احنا بدأناها في الجزء بتاعنا، لا انا بعمل حاجه جديده ممكن محدش يتكلم عنها كتير، انا عندي منشأ مستقل بذاته. يعني ايه مستقل بذاته؟ يعني انا عايز اغذيه بالميه والميه اللي خارجه مرميهاش في صرف، لا استفيد بكل نقطة مية خارج. وعلى فكرة ده المستقبل في اي بلد، اللي هو مرميش المية اللي لما اعيد استخدامها. تمام. يعني تعيد استخدامها، تعال نشوف الدياجرام اللي معانا ده. الووتر سبلاي في الانظمة العادية بيدخل الى الاحواض، يعني ده كشكل بس انديكيشن، الاحواض والبانيوهات وكل حاجة مصدرها مية نظيفة انت هتتعرض ليها مباشرة. والجزء الثاني، الجزء الثاني، الجزء ده نبدأ نشوفه. الجزء ده اهو اللي هو الشكل ده، المنقط ده المفروض ده خط كامل بيخش برضو في الايه، في التويلت وفي لو عندك مباول والكلام ده كله. تمام. ولكن المية اللي بتبقى في صندوق الطرد هنا في الووتر كلوزيت في التويلت اللي عندك، ميه انت ما بتستخدمهاش، ما بتتعرضش لها بطريقه مباشره، يعني ممكن تبقى ميه اعيدت تم معالجتها وهتخش هنا. ليه اغذي صندوق الطرد بميه نظيفه صالحه للشرب؟ طب الفكره بقى تتعمل ازاي؟ قال لك لا، انا دلوقتي اقدر استفيد من الميه ازاي؟ هغذي، وده اللي بداناه في اول فيديو عندنا في الجزء الثاني، هغذي الاحواض، سواء احواض مطبخ او احواض حمام اللي انت هتلمس الميه بطريقه مباشره وممكن تشرب منها، والبانيوهات والكلام ده كله بالميه اللي داخله. حلو. قال لك تمام،
قال لك ودول بيصرفوا. يا عم طب والقاعده ما بتصرفش؟ بتصرف، بس صرف الاحواض والبانيوهات مش ميه ملوثه قوي، بنسميها الميه الرماديه اللي هي الجري ووتر، على فرضيه الووتر سبلاي ده الوايت يعني الميه البيضه الميه النظيفه، واللي جاي من التويلت طبعا اي مبوله او اي مرحاض طبعا دي ميه بنسميها البلاك ووتر. يقول لك الميه بقى اللي انت هتخش تحت الدش مثلا او هتتوضى، الميه ما فيهاش ملوثات كتير، غسلت طبقين ما فيهاش ملوثات عضويه كتير، فهنسميها ما بين الابيض والاسود اللي هو اللون الرمادي اللي هي الجري ووتر. يعني الجري ووتر دي محتاج اعمل لها معالجه بسيطه. قال لك بقى هجمع الميه، وده الكيس بتاعتنا، هجمع الميه في محطه تحت، وليكن ده منشا اداري، منشا كبير، مدينه، كومباوند. فالفكره دي كلها في الحاجات المستقله بذاتها، ومعظم الكومباوندز في مصر وخارج مصر بدأت يعني هي شغالة، وبدأ السيستم ده يتطبق على المعظم. هاخد الجري ووتر المرة الماضية دي وادخلها في محطة معالجة صغيرة انا عاملها اسمها الجري ووتر تريتمنت بلاند، محطة معالجة المياه الرمادية. طيب المياه اللي تخرج بقى من دي، قال لك اه شفت بقى انت هنا المياه دي ما رميتهاش بره، هتعيد استخدامها كاملة كاملة. في لو حضرتك في كومباوند هتبدأ تعمل ايه؟ المسطحات الخضراء يا عم الحاج. طب لو منشأ اداري ومش عارف ايه، بيبقى في مساحات الجرين اريا والكلام ده، مسطحات صغيره يعني على حسب المنطقه. لو انت في كومباوند كومباوند مثلا، فعندك مسطحات خضراء، فجزء منها راح للمسطحات الخضراء وجزء تاني هترجعه للتويليت، التويليت المراحيض والمباول والكلام ده كله. ميه انت مش هتلمسها، وميه انت بتعمل على الطرد فقط مش اكتر من كده بس. يبقى انت الجري ووتر كامله استفدت منها. بس في الحالات دي عندنا حالتين هما المعظم، يعني استحاله يبقى بنسبه 100% تم استخدام. ممكن الجري ووتر تزيد، يبقى بعد ما انا دخلت في المراحيض وفي الري في زياده، الزياده ترجع تخش على محطة معالجة البلاك ووتر. خلاص انت عملت اقصى ما في وسعك. طب والحالة التانية، لا بعد ما عملت الري وبعد ما عملت المراحيض ما تبقاش بقى شوية مية، لا ده المراحيض لسه عايزة شوية، يعني دي فيها شورتج نقص، ودي الحالة بتاعتنا. ساعتها هاخد جزء من الووتر سبلاي. اه مش انت كنت حسبت الجزء ده؟ اه وليكن هنا داخل 100، هنا محتاج 100، وهنا كان 50 تمام، او خليها 90، 90 هو 80 90%، 90 زي ما هنشوف دلوقتي في المثال. التسعين راح 30 في الري، ومثلا هنا عايز 70، اذا احنا عايزين 100 ده 90، هيدي هنا 30 هيتبقى 60، يدي هنا ال 60 يتبقى كام؟ دول لسه محتاجين 10، او ماخد ال 10 من هنا. يبقى ساعتها الووتر سبلاي يبقى ال 100 زائد ال 10 يبقى ال 110. فهمت الكيس بتاعتنا؟ طيب بعد ما اخد بقى الميه اللي انا عالجتها الجري ووتر اللي خارجه من الجري ووتر تريتمنت بلانت، والجزء اللي واخده من السبلاي اغذي المراحيض، الميه اللي خارجه من المرحاض والمبوله بسميها البلاك ووتر، بوديها لمحطة البلاك ووتر تريتمنت بلانت. فاحنا بقى خلاص شرحنا الووتر سبلاي والتاور تانك سوري والروف تانك والبلامنج وركس الخاصة بالووتر سبلاي. الفيديو اللي معانا النهاردة والفيديو القادم هنتكلم عن الجري ووتر والتصميم بتاعها والويست ووتر سبلاي، وبعد كده هنبدأ نتكلم فيديوهين عن الجري ووتر وفيديوهين عن البلاك ووتر تريتمنت بلانت. تمام كده، وتقريبا دي ما حدش اتكلم فيهم كتير، المحطات المدمجه السريعه اللي بتبقى موجوده في كومباوند، في منشا اداري، في سفينه، السفن اللي بتبقى ماشيه في نهر النيل والبحر ده بيبقى فيها محطات معالجه قبل ما ترمي، وليكن عندنا في نهر النيل قبل ما تصرف في نهر النيل بتبدا يبقى في محطه كومباكت، محطه معالجه مدمجه صغيره كده اعالج قبل ما اصرف. طيب تعالى كده نشوف الديزاين بتاعنا. ادي الويست ووتر، احنا هنتكلم دلوقتي على
على الكيس بتاعتنا اللي هي كان بيزمنت. يا ريت طبعا بترجع الفيديوهات اللي قبل كده علشان ما تبقاش حاسس ان انت غريب علينا. البدروم والدور الارضي والاول والتاني والتالت، تمام كده؟ طيب بنبدا نحسب ايه بقى؟ انا عايز احسب دلوقتي الايه؟ الجري ووتر. احنا لو تفتكر الفيديوهات السابقه احنا حسبنا الايه؟ الووتر سبلاي سيستم ديزاين، حسبنا كميه الميه كلها اللي هي 190 متر مكعب يوم، واللي قلنا تقريبا هنصممها على 192 او 195 متر مكعب يوم. طب دي الميه اللي داخله صالحه للشرب في الاحواض وخلافه. طيب تعال بقى بنتكلم عن الجري ووتر نفسه، او بمعنى ادق الويست ووتر. نتكلم عن الويست ووتر ككل وبعدين نخرج الجري ووتر. مش احنا قلنا هنا عندي انا عايز احسب ايه بقى؟ الويست ووتر. الويست ووتر اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن البلاك ووتر والجري ووتر. عباره عن البلاك ووتر والجري ووتر. طب تعرف تحسب لي الجري ووتر؟ الصرف احنا عارفين في 500 كورس و500 دبلومه قبل كده قلناهم من 80 ل 90% من الميه اللي داخله. فانت حسبت الووتر سبلاي اللي هو وليكن 195 متر مكعب في اليوم، اضربها في 80% او 90% جبت الجري ووتر بس. طب تعالى نحسب بقى الويست ووتر الخارج منين. يبقى كده انت حسبت الجري ووتر 90% من ال 195. طب تعالى نحسب بقى اللي خارج من ايه؟ من المراحيض والمباول، تمام كده؟ يلا عندي ادي اليونت، بتبدا تحسب في كل دور اليونتس الووتر كلوزت فلاش تانك والفلاش فالف. طبعا الفلاش تانك اللي هو بصندوق الطرد اللي ورا بيتميل الاول، اما الفلاش فالف لا، ده بيبقى بيستخدم كميه ميه اكتر، ما بتيجي تشتغل بيسحب مره واحده. وكلمناها في الجزء الاول من البلامنجورس، اتكلمنا على الفرق ما بينهم. طيب يبقى تحسب اليونتس اهو، وليكن البدروم في ووتر كلوزت فلاش تانك واحد ووتر كلوزت فلاش فالف واحد ويورنال واحد اللي هي المبوله، الجراوند فيه برضو كذا، وهكذا. الدور الاول الثاني الثالث، وليكن الدور الاول في اربعه فلاش تانك ووتر كلوزت مرحاض فلاش تانك واثنين فلاش فالف وثلاثه يورينال، ثلاث مباول. طب بعد كده كل واحده بقى محتاجه قد ايه؟ الفيكستشر يونت لكل وحده. طبعا الجدول بتاعنا لو تفتكروه، ادي الجدول بتاعنا اهو، نكبر شويه. فاكر هنا اللي شرحناه قبل كده اليورنال محتاج قد ايه؟ اليورنال اهو 2، تمام. الووتر كلوزت علشان بس لو حد بيبص من الموبايل، ادي الووتر كلوزت. اليورنال كام؟ اليورنال لو انت برايفت ولا بابليك، سي احنا بابليك منشأ اداري، يبقى 2 اهو، ادي اليورنال 2. طب الووتر كلوزت الفلاش تانك، تعال نشوف هنا، ادي الووتر كلوزت في فلاش تانك وفي فلاش فالف، الفلاش فالف بثلاثة، الفلاش تانك باتنين ونص، تمام كده؟ طيب يبقى ادي نرجع الاكسل شيت اهو، اليورنال باتنين والفلاش فالف بثلاثة والفلاش تانك باتنين ونص، اضرب عدد الوحدات في الفيكس شيرونت بتاع كل وحدة، طلع كل دور محتاج كام فيكستشر يونت؟ البدروم وادي الارض كل ده تجمعه طلع التوتال فيكستشر يونت فور بيلدينج 81. 81 في صعوبه في الكلام؟ لا. طيب يبقى ده الميه اللي هتتصرف من المراحيض والمباول اللي هي البلاك ووتر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب نكمل بعد كده السيورد ووتر فروم تيبل. كميه الميه ده الفيكستشر يونت. طب كميه الميه بقى الفعليه كام؟ كميه الميه الفعليه كام؟ ايوه، يبقى نيجي نقول برضو من نفس الجدول بتاعنا اهو، تمام. الكلام ده شرحناه قبل كده اهو. تعالى احنا طلع عندنا كام؟ سوري معلش، طلع عندنا الفيكستشر يونت 81. فارجع للجدول بتاعي، ادي ال 81، 80 ل 90، امن نفسك وخدها ال 90 ما بين ال 81 ما بين الاثنين. عايز اقرب ل 80 ماشي، بس امن نفسك بال 90 زي ما تحب. يبقى طلع بكام؟ من 38 ل 41 جي بي ام اللي هو جالون بير مينت، تمام؟
من 38 ل 41، فانا مت نفسه خدت 41 جالون بير مينت احولها للمتر مكعب في اليوم، قلنا بنضرب 5 و451 من 1000، طلع كميه الميه اللي هتتصرف بلاك ووتر 223 متر مكعب يوم، 223. طب ده اللي هيتصرف من من المراحيض والمباول العامة، تمام كده؟ طيب هنا بقى الريجيتد ووتر، كمية المية اللي انت عايز تصرفها، مش هنقول نصرفها، احنا عايزين نغذي، تمام كده؟ احنا مش هنقول عايزين نصرفها، احنا عايزين نغذي. يبقى تعالى كده باللون الاحمر، ماشي، يبقى دي ايه؟ اهو تعالى كده، الخانة دي ايه اللي باللون الاحمر دي؟ دي كمية المية اللي حضرتك عايز تصرفها، اللي هي البلاك ووتر. طب حاجة تاني، كمية المية اللي حضرتك عايز تصرفها اللي هي مش البلاك ووتر، الجري ووتر، مش كمية المية كانت 190 اللي داخلة الووتر سبلاي، اضربها في 90% اللي هي الويست ووتر، لا هنسميها ايه بقى؟ الجري ووتر، الجري ووتر ويست ووتر، مش الويست ووتر بقى، لا ده الجري ووتر بقى، ماشي. اما دي بنسميها اهي السيوارد ووتر، تعالى كده نكتب بلاك ووتر، تمام، نصغرها بس شويه كده. يبقى الميه البلاك ووتر اللي خارجه من المراحيض والمباول 223. طب والجري ووتر، ها مش كان الداخل 190 نضربه في 9 من 10 باللون الاحمر، يبقى ده الجري ووتر. يبقى البلاك ووتر، يبقى الجري ووتر 171، حلو. الجري ووتر ده هنعمله معالجه وندخله فين؟ في السيورد، حلو الكلام، اللي هو هيصرف نفس الكلام. يبقى ال 171 هتخش كلها في السيورد. طيب ركز معايا في الحته دي، الاريجيتد ووتر بقى، الاريجيتد ووتر، لا خلي دي نقول ايه، السيورد اهي، انت معايا لحد دلوقتي، نسميها البلاك ووتر ايكوال دي زي ما هي، ايكوال الرقم اللي هنا، حلو الكلام، ونرجع ده زي ما هو. يبقى دلوقتي اهو السيورد ووتر البلاك بكام، والسيورد ووتر الجري، ادي الجري، ها في صعوبه لحد دلوقتي، نقولها تاني. يبقى الجري ووتر 171 جه ازاي؟ مش احنا قلنا الووتر سبلاي في اول فيديو كان 190 و7 من 10 تقريبا، اضربها في 9 من 10 يبقى ده الجري ووتر 171. طب والسيورد اللي انا حسبته من فوق كله ده، ده كله هيصرف قد ايه؟ يبقى كل ده هيصرف، يبقى اللي هيخش محطه المعالجه الرماديه 171 اهو، الجري ووتر اللي هيدخل 171، طب واللي هيخرج محطة المعالجة البلاك ووتر 223. في صعوبة كده، يبقى اللي هيدخل المحطة دي، اللي هيدخل محطة الجري ووتر كام؟ 171، اللي هيدخل محطة البلاك ووتر 223، تمام كده؟ تمام. طيب ركز معايا، بص بقى الحتة دي، الميه دلوقتي، الميه اللي انت الجري ووتر دي 171 هتدخلها على التويليت اللي هي المراحيض والمباول وهتطلع 223، يبقى هما محتاجين 223. ايه ده؟ يبقى انت محتاج من السبلاي قد ايه؟ فهمت الحته دي اللي انا قلتها لك، اللي هي الجري ووتر هترجع الميه، ايه ده؟ لا دي واحده بقى، ده الجري ووتر كلها مش هتروح هنا، ده الجري ووتر جزء هيروح المراحيض وجزء هيروح للنباتات. الله 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 الله، لا يبقى الجري ووتر عندي كام؟ اعرف النباتات هتشيل كام والباقي كله هيروح للتويليت، فاهمين؟ يبقى الجري ووتر 171 جزء هيروح للنباتات، ايوه. نرجع بقى لحته الاريجيشن دي اهو، جزء هيروح للنباتات
اللي هو كام؟ تعال نقول ولكن حضرتك في كومباوند، سيبك من المثال بتاعنا ماشي، او في المثال بتاعنا مش فرق. اول حاجه بتحسب المساحات الخضراء ونوع النبات، طبعا ده موجود على حسب انت تشتغل مع اني حد هيورد لك المعدات اللي انت هتروي بيها، ودي هنتكلم فيها في كورس لوحدها. تبدا تشوف حضرتك هتبدا النباتات نوعها ايه، هل جراس، هل جراوند كفر، طبعا الحشيشه الخضراء اللي انت بتدوس عليها، لكن الجراوند كفر ورد وحاجات ما ينفعش تدوس عليها، ولا بالم، ولا سمول تريز شجر صغير، ولا نخيل، نخل بالم، فعلى حسب. لا انا سي، انا عندي جراوند كفر. لو حضرتك في منشأ اداري زينا، لا هي نباتات مش حشيشه على الارض، لا دي احواض زرع. احواض زرع، الحوض الزرع بيستهلك قد ايه؟ من 12 من 1000 ل 16 من 1000 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. حلو حلو. طب حضرتك حسبت المساحات الخضراء اللي عندك اللي محتاجه تتروي، وليكن طلعت 100 متر مربع، 100 متر مربع. طيب الاستهلاك، الجراوند كفر الاستهلاك بتاعه قد ايه؟ اهو اللي باللون الاحمر ده، من 12 ل 16 من 1000، خدها اكبر حاجه 16 من 1000 اهو، متر مكعب لكل متر مربع في اليوم، اضرب ده في ده يديك متر مكعب في اليوم. يبقى حضرتك محتاج كم متر مكعب في اليوم؟ اللي باللون الاصفر ده، او نخليها بالازرق، يبقى ال 101 واحد وستة من عشرة متر مكعب في اليوم، مش حاجه كبيره. يبقى نرجع للشكل بتاعنا، الجري ووتر هتشيل منها اللي رايح للصرف، اللي رايح للري هيجيب لك اللي رايح للصرف. انا ممشيك معايا حته حته اهو، تمام. يبقى دلوقتي سيبك من الووتر سبلاي، خلاص الكلام ده، ده السيور. وكده يبقى انت حسبت الميه وحسبت الاستهلاك بتاع البلاك ووتر وبتاع الجري ووتر. طيب بعد كده ركز بقى معايا، تعمل ايه هنا؟ تقوم عامل ايه؟ هتطرح ده من ده، اللي هو ايه؟ الميه اللي رايحه اللي هي الجري ووتر سبلاي فور تويلت او الووتر كلوزت، تمام كده. يبقى هو الجري ووتر كام؟ الجري ووتر كام؟ 171. اشيل منهم اللي هيروح للرايه 1.6، يبقى ال 171 ناقص ال 1.6، يبقى اللي هيروح كجري ووتر سبلاي هيغذي التويلت، ال 171 ناقص ال 1.6 هيديك اللي راح للتويلت اللي هو كام؟ اللي هو 170، اللي هو ال 170، تمام كده؟ طيب حلو قوي. ال 170 التويلت عايز كام؟ عشان هيصرفه 223. يبقى الووتر نيديد فور ويست، هتقول ايه بقى؟ ال 223 ناقص ال 170، 53 و4 من 10 تقريبا متر مكعب. ليه بقى؟ ما هو اللي جاي لي هنا 170، اللي جاي لي من هنا 170 اهو، تعال نشرحها كده. اللي جاي لي من هنا قول مش ده كان 171؟ راح منه 1.6 من 10، قول واحد يعني، خلينا بالارقام القريبه، واحد متر مكعب للري. طبعا ده مش ري كومباوند، احنا بنتكلم في ري شويه زهور وحاجات، لكن لو كومباوند هياخد نسبه كبيره طبعا. ال 171 طلع منها واحد هنا، يبقى هنا ال 170. بس ده محتاجين عشان يصرفوا محتاجين كام؟ محتاجين 223. يبقى يجي له كام من الويست ازوده على الووتر سبلاي؟ ركز في الحته دي، يبقى 223 ناقص 170 هيديني حاجه و50، ده محتاجه برضه من هنا. فاهم الكلام؟ وساعتها بقى تاخدها بطريقه مباشره من الخزان الارضي، ما تدخلوش في حسابات الخزان الايه؟ العالي. تمام كده؟ يبقى محتاج قد ايه؟ محتاج 53 و4 من 10 متر مكعب في اليوم. يبقى حضرتك كده وبتصمم الخزان الارضي، يبقى عرفت الخزان الارضي هياخد 190، هزود عليهم ال 100، هزود عليهم 53، يبقى ده حسابات الخزان الارضي، جزء هيروح هنا وجزء هيروح للمراحيض، مع الجزء اللي جاي من الجري ووتر اللي جزء منه راح للنباتات، والجزء الثاني هيروح للمراحيض.
المراحيض. في الاخر انت بقى عندك اللي داخل لمحطة الجري ووتر 171، واللي داخل لمحطة البلاك ووتر 223، ودول كل واحدة فيهم هنشوف نذاكرها من الكود، وهنعمل لها اكسل شيت اهو برضو الجري ووتر، وادي الاكسل شيت بتاع البلاك ووتر. طبعا هنظبطهم وهنتكلم فيهم كل واحدة في فيديوهين مستقلين. تمام كده؟ اتمنى في المثال اللي كان معانا النهارده اكون قدرت اوصل لك بقدر بسيط. طبعا انت وصلت لك الفكره، كل كيس وليها حالتها الخاصه تعمل لها الاكسل شيت الخاصه بيه. تمام، اتمنى اكون افدتك ولو بقدر بسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.